أولا يعني كل ما يحصل وتحديدا يعني كان المستغرب من أن اليوم الاعتراض على هذه الأبراج بعد مرور 10 سنوات، إلا أننا نربطها بالاقتراح البريطاني من أجل 1701 في لبنان، لأن كان هناك مقترح بريطاني تقدم به البريطانيون للحكومة اللبنانية يفيد بأن يكون هناك أبراج أكثر للمراقبة على الحدود السورية اللبنانية، بالإضافة إلى حتى أيضا على الحدود ما بين لبنان وفلسطين المحتلة، يعني عندما نتحدث عن جنوب لبنان. هذه الأبراج كان الخلاف على أن من سيدير هذه الأبراج. الحكومة اللبنانية طالبت البريطانيين إذا كان هناك تسوية، إذا كان هناك اتفاق على هذه الأبراج، فسيكون الجيش اللبناني هو الذي سيقوم بالمراقبة. لذلك اقترح البريطانيون أن تدريب 7 إلى 12 ألف جندي لبناني من أجل استلام هذه الأبراج، فنضعها في خانة الضغط إن صح التعبير من أجل الوصول إلى ما يطمئن إن يعني الداخل الإسرائيلي، لأن ما يقوم به البريطانيون أو الفرنسيون من مبادرات تحديدا ما يحدث في لبنان هو من أجل طمأنة الداخل ومن أجل تحقيق ما لم تستطع إسرائيل أن تحققه في الحرب، تحاول أن تحققه عبر الدبلوماسية الأمريكية من الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل أن يكون حزب الله تحديدا شمال نهر الليطاني. هذا هو يعني نضعه في هذا السياق لا أكثر ولا أقل. فممكن أن يكون الاعتراض من الحكومة السورية بما أنها حليفة للمقاومة، ممكن أن يكون في الاعتراض تم بناء على هذه المعطيات التي وصلت إلى لبنان، وتحديدا نتحدث عن هوكشتاين وزياراته والطروحات التي قام بها مع الدولة اللبنانية. طيب دكتور عمران، يعني من ناحية أخرى، هل يمكن أن تكون هذه المطالب السورية لها علاقة بما يجري على الأراضي السورية مؤخرا من استهدافات إسرائيلية، سواء لمواقع حكومية أو حتى لمواقع تابعة أو مناطق ومؤسسات تابعة لإيران وجماعة حزب الله؟ بالطبع هذا ما أقوله، يعني اليوم نتحدث أن هناك هذه الأبراج تصل يعني تكشف كل سوريا إن صح التعبير، تصل إلى مناطق عديدة من سوريا وتغطيها. لذلك كل الاغتيالات التي تمت من قبل العدو الإسرائيلي تحديدا للإيرانيين والمستشارين الموجودين في سوريا نضعه في هذا السياق بالطبع، لأن هذه الأبراج هي صح بريطانية ومن يقوم ب يعني العمل بها هو بريطاني، ولكن كل المعلومات تصل إلى العدو الصهيوني. ولذلك حتى التبرير السوري والذي يعني بالمقترح التبرير كان أن هناك تنصت وأن هناك مراقبة لكل الداخل السوري، وهذه المعلومات تذهب إلى إسرائيل. في هذا السياق نعم ممكن أن نقول أن بما أن سوريا يعني إحدى دول محور المقاومة بالطبع سيكون التبرير واضح، وسيكون كله في نفس السياق، في سياق الضغط على ما يحدث من العدو الصهيوني. طيب دكتور عمران، كيف تتوقع ردة فعل الرسمية للحكومة اللبنانية بالرد على هذا الطلب السوري؟ سيدتي الكريمة، اليوم يعني هذا يعني 10 سنوات مرت، ولكن التسوية إلى أين ستؤدي؟ كل هذا يعني يؤدي إلى الضغط على المبادرات التي تأتي تحديدا من أمريكا. يعني الفرنسيين قدموا والبريطانيين قدموا، لكن من يقدم كل هذه الاقتراحات هو الأمريكي من أجل حفظ أمن إسرائيل، وهذا بقى واضحا. الذي لم يستطع الإسرائيلي تحصيله في الحرب يحاول تحصيله في السلم، فهذا كله يعني يذهب في نفس السياق، أن ما بعد غزة ليس كما قبل غزة. ولكن هل ستقوم الحكومة اللبنانية يعني برد الطلب؟ بالعكس، الحكومة اللبنانية هي موافقة بالأساس على هذه الأبراج، وهذه الأبراج تخدم إن صح التعبير يعني قوات اليونيفيل والتهريب عبر الحدود السورية، لأن هذا كان يعني التبرير الوحيد الذي وضعه البريطانيون، أن هناك تهريب وما إلى هنالك. ولكن سيدتي كله نضعه في سياق واحد، السياق الأساسي ماذا سيحدث بعد غزة. لذلك هذا هو المطلب الذي يحاول الأمريكي استحصاله أو الضغط حتى على الحكومة اللبنانية من أجل 1701 وتطبيقه، ومحاولة الضغط على حزب الله من أجل العودة إلى شمال النهر. نعم، من بيروت دكتور عمران زهوي، كاتب وباحث سياسي، شكرا جزيلا لك.